مرايه كبيره في الدخله ديال الباب، الدخله ديال الباب هكا كاينه المرايه. كاين باب هنا، الشكل ديال السقف هنا. معروفة بالمرايات، فهنا كاينة مراية كبيرة بحال ديال باب الباب، دخلة الباب. هذه الحديقة ديالها الأخرانية. واحدة، جوج، كلهم بلايص. كانوا كيجلسوا هنايا وكيقدمهم الحديقة، كانوا كيفرشوا هنايا من ديك الساعة قدامهم الحديقة. هنا كاين المرحاض كراس، وكاين نافورة في الوسط. هذا الرياض الصغير، هذا الرياض الصغير يعني الرياض ديالها، حيت فيها شحال من بلاصة. كانت هنايا هذيك مدفأة، باقي كيرمموا خلاص، هذيك كترمم. شوف واش الدنيا، ديك الزواق اللي فيها. الزواق وتتمك، هذه حتى هي مدفأة. هنايا مدفأة سجينو، السدود ممنوع يدخلوا ليه. كاين باب واحد اخر هنا، هو هنا كيدخل الرياض. يعني شحال باب فيها وشحال قبة فيها، كبيرة ما شاء الله. داكشي مكتوب هنا، كاينة بلاصة تاني. شوف كانوا كيديروا في هذيك الساعات، واش مخبا ولا شوف الله اعلم. شوف هنايا غير صغيوره شتي،
صورة هنا. А там семейных проблем нет. باب هنا يا باب هنا يا شوف النقش اللي في السقف، شوف كيف داير ما شاء الله. شوف سيفساء هذوك دخلوا الضوء بالالوان. هذا مكان واحد اخر، الله، يعني هذا صالون كي قصوا وقدمهم هذيك لا فونتين ولا هذيك الناخوره اللي كانت فوق هنايا، باقي الناس كاسين مجمعين عندها هنا. يعني هذا الصالون كيطل على الناخوره في وسط البيت، وسط القصر. دخلت هناك يعني هاد البلاصه هادي كيف ما كاتبين خاص بالزوجه النبيله، يعني جناح ديال الزوجه النبيله. هذا الباب هذا فيه كيتحاشى اكيد سدينو شي كيف طلع لهنا كمان قدام لافونتين. ندخلو الاتجاه الاخر، يعني هذا الجناح خاص بالزوجة النبيلة، اسمها باهية. شوف على طوالة عفوا دخي في هاد القصر. سلام. غادي نجيو هنا نرجعو تاني. ممكن يكونو كندورو في نفس البلاصة ولا لا؟ البلاصة كتنسيك في البلاصة. هادي كتبقى كتدخل هنا كاين هنا يعني لا فونتين وكاين عرش. وهنا غرفة
دخلة كانت هنا غرفة كتكون على أكل إشارة ديال على بابا. جينا من هنا يعطيك عنده خوف هذا القصر. صافي هذا قصر الباهية. هذه بلاصة أخرى، هذه خزانة، غرفة مظلمة. سيف هنا يا بصة في كان هنا يا سميتو غادي بصة في كلمة يعني روبيني ولا حنفية ولا شو سميتو هكي دوز لي ما مصر تطلت هي على الحديقة ديال الباهية. هذا مسدود سدينو من وراء الكحل بصفني حتى فيها وشوف مكتوب ولا شي حاجة ديالها. دار رياض كبير عندك كيف قلت المعلومات كان رياض صغير رياض كبير جناح الزوجة النبيلة. وهذه النفرة في الرخامية كانت هناك الرياض الرياض الكبير والنافورات الرخامية فيها ثلاثة. هنا حمامات للساحة كلها ساحة الرخام نفس اللي قلت لكم نفس الغرف هذه
هذا كله خشب الفوقاني. هذا هو الشكل اللي كان زمان، كتجي شي حد دق عليه. هذه الغرفه الكبيره بهنايا، شوفوا الفوق كيفاش داير. شوفوا سيف الساع، الأسقف كلها من خشب داك الفسيفساء والجبس. هذه هذا شباك اللي هو من الزجاج، وشوفوا ملون الشكل ديال فاش كتخشمش كيعطي هاد الألوان زوينة بحال بالليل. شبابيك هادو التواليتات، هادو الحمامات، وهنا فين كي طبعا تيكون هنا الماء، يعني تيكون مشكل. هنا زنا الساحة الأخرى صغيرة. نعيش لهم يلا يلا ساليسو، عجبتكم بليصه؟ عيسو يعجبكم هذا الفيديو، تعرفتوا على الاثارات المغربيه يعني صار في مراكش. هادشي اللي كاين صافي. حنا خرجنا من القصر الباهية. هذا مكان، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلى فيديو واحد آخر. دائما كنقول لكم شكرا الدعم ديالكم، تشجيعاتكم، شكرا تعليقاتكم، وإلى فيديو آخر كنقول لكم السلام عليكم.